بمناسبه الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان له تصريح عجبني وهو بيعلق على المباراه بعد بطريقتك بقى امبارح بس امبارح بيعلق فقال لك انا بطالب ان هم يعملوا احصائيه للكيعان كوع عمرو السوليه امبارح يستحق عليه الطرد. خلينا نبقى صراحة، استخدام الكوع في وجه المنافس بالطريقه اللي تم بيها حتى لو كان في ظهره مش شايفه لكنه كان يستحق يعني عليه الطرد. ده مش عمرو السوليه، يعني التصرف ده مش عمرو السوليه بالظبط، حتى وان كان في اسباب في ارض الملعب، في درجه من تعمد اللعب العنيف من جانب بعض لاعبي بيراميدز، لكن الفار اللي ظبط كوع السوليه ما عرفش يظبط رجل محمد فاروق، مع ان رجل محمد فاروق زي ما كله وضحها كانت واضحه وظاهره جدا. محمد فاروق لاعب بيراميدز، واللي انا مستغرب امبارح كان بيلعب بشيء، الجديه مطلوبه والاصرار مطلوب والمنافسه القويه مطلوبه، بس تعمد الايذاء والخشونه الشبه المتعمده في حالات كتيره جدا غير منطقيه وغير مقبوله، لانه في كوره مع قفشه الفار اللي ظبط كوع عمرو السوليه كان لازم يظبط رجل محمد فاروق وهو بيتعمد ضرب مجدي قفشه. هنا يا استاذ ابراهيم، ده بقى ده هو ده مربط الفرس، ازدواج المعايير. حط انت في نفس المباراه، احنا بنتكلم، احنا لو جبنا لك بقى احداث ثانيه هتلاقي عشرات الامثله وانت ضروري مجهز حد. ايوه، لكن انا بتكلم ان في مباراه واحده والناس اللي هي قاعده بتقيم هي، فالمفروض يبقى المعيار عندها معيار. لا ده 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 ده, ده هذا هذه اللقطه من ابشع واسوأ ما حدث في المباريات والتحكيم المصري لسبب. باسم مرسي مع سعد سمير، ده نهائي كاس مصر 2016، هذه اصابه متعمده اصابت سعد سمير ولم يطرد باسم واحرز هدفين ولعب سعد بدمه وفي هذه المباراه اصاب عمدا كما قال بعدم لسانه وشوي السعيد وليد سليمان، وشفنا رجله بقت عامله زي الفيل. كان وقتها يتنافس وليد سليمان وسعد سمير على افضل لاعب في مصر، فخد واحد من تخيل في مباراه واحده، لا ده خد لك واحد بانتقائيه، يعني مش صدفه، واحد في الجانب الهجومي واحد في الجانب الدفاعي، ابرز عنصرين في مصر بضرب متعمد، وبعدين يطلع يقول لك انا كسبت وكسبت كاس مصر. لا للاسف الشديد هذه يعني هذا فوز اشرف منه لزيمة، فوز طبعا اشرف منه لزيمة، لان مفيش عدل في هذه المباراه. مفيش عدل خالص في هذه المباراه، وارجع قولها. طيب نرجع لاحصائيه الكيعان على تحدي تعبير الكابتن سيد عبد الحفيظ، برضه الفار اللي عمل اللي قفش عمرو السوليه وكوعه ما قفش قفشه ورجله بتضرب من محمد فاروق، بس كمان تغاضى عن كوع طارق حامد واضح جدا. على فكره كوع طارق حامد عند عدد كبير من الحكام ما بقاش ممنوع، في حصانه يعني لكوع طارق حامد. ما دمنا بنتكلم كوع السوليه يستحق الطرد، يستحق الطرد، بس كوع طارق حامد ده يستحق ايه؟ لما يكون في مباراه في وش لاعب الشرقيه، دي كانت في دور ال 32/4 ديسمبر 2019، ولا الهوى كوع طارق حامد محمي ومحصن، كوع فرجاني ساسي كمان في وجه لاعب انبي في الدوري، ولا الهوى ولا الهوى. احنا كده بنتكلم على راي سيد عبد الحفيظ في احصائيه الكيعان. محمود علاء لاعب اسوان يشمسه في الكره اياها اللي كانت واضحه قدام عين الحكم، وطبعا الفار شايف بيضربه قدام الحكم، ولا الهوى ولا يعني قدام عين المعايير. حتى لو الحكم مش فيه فار يا اخوانا، ما انت فاكر لما قلت لك فار يا فار يا فار يا فار قولي لي يا فار، قلت لك ان الفار ممكن ما يبقاش هو الحل، يبقى هو المشكله. ما هو اصل طالما دخل عنصر بشري لازم العنصر البشري ده يعني يبقى واخد باله ان هو اعلى درجه من درجات التقاضي، هو الاستئناف. الحكم ما عندوش وقت، يعني ممكن تبرر له خطا لكن الفار ما تقدرش تبرر له خطا. زي طيب. الفار في 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 ضربه جزاء الاهلي والزمالك، الفار عمل ايه؟ تجاهل ضربه جزاء مؤكده. كل الناس قالت ضربه جزاء مؤكده. فانت هي الفكره
عندما هل الفار هيعمل لنا زي الحكم الخامس اللي كان بيقف على الخط ويبص ويشترك في اللعبه ويطنشها وشالوه بعد الواقعه دي؟ فاحنا عايزين المعايير بس عشان الناس ما تتكلمش. قلنا كوع السوليه يستحق الضرب الطرد، كل كوع بعد كده على راي الكابتن سيد عبد الحفيظ يستحق من الفار ان هو يتظبط ويتقفش ويتعاقب، مش كوع وكوع، لان فعلا بقت مساله كعان غريبه جدا.